لما اقول النهارده ان في 2013 و14 لغايه 17 الدوله المصريه الجيش المصري كان بيصرف مليار جنيه كل شهر لمده 84 شهر عشان الارهاب. الكلام ده ما حدش ذكره قبل كده وما اتكلمناش فيه قبل كده، لكن انا بتكلم فيه دلوقتي عشان مش كشف حساب، هو مش كشف حساب، هو محاوله مننا لإلقاء الضوء حقيقه على واقعنا وعلى الاثار اللي بتترتب على اي اجراء نعمله ونتكلم فيه. وان بعضنا من غير ما يقصد يوم يذكر موضوعات ويتكلم فيها وهو لا يدرك حقيقه الواقع. والمشكله الكبيره في ان التوصيف قد يكون مش متكامل. ان ما بقولش ان التوصيف خاطئ، التوصيف مش متكامل. انا بقول القوات المسلحه صرفت شهريا مليار جنيه لمده 84 شهر. ليه؟ عشان الارهاب. طب الارهاب ليه؟ عشان احنا فتحنا الباب في 2011 و12 لحاله من عدم الاستقرار ترتب عليها انتخابات غير مستقره جابت لنا قوه غير جاهزه لقياده الدوله. صولات وجولات للدولة المصرية في مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، ونتعرف على المزيد وبصحبتي في هذه الوقفة الحوارية في من القاهرة الأستاذ سليمان فؤاد نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية. أهلا بحضرتك أستاذ سليمان. أنا مدير تحرير دلوقتي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، نسعد بيك دايما. كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وأنت طيبة يعني. أهلا بحضرتك. ويا رمضان اللي خلاص رمضان كريم، يعني العيد بقى هي ايام مباركه كلها جميله. طبعا 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 جميل، ايام يعني لطيفه ويعني وجميل ان احنا نستمتع بيها في اجواء امنه. وده يمكن بقى موضوع حوارنا لما وصلنا لهذه الحاله من الامن والاستقرار. هي ليست من فراغ، جهود كبيره من قبل قواتنا المسلحه الباسله لتحقيق هذا الامن والامان في الشارع المصري. والدوله المصريه الملهم أيضا في تجربتها هي لأنها تعمل على أكثر من جبهة في مواجهة الإرهاب، المواجهة الأمنية، المواجهة الفكرية، والمواجهة أيضا بالبناء والتنمية والتعمير. قراءة يعني مبدئية يعني في هذا الحوار من حضرتك، ماذا تقول؟ يعني خلينا الأول نوجه التحية لكل القائمين على مسلسل الاختيار. الفكرة احنا دلوقتي بنتكلم فيه دور عن الفن بقى، احنا هنبتديها بدور دور الفن ده مهم جدا طبعا. خلي بال حضرتك يا استاذه ريهام، انا بتصور في رايي الشخصي القوه الناعمه والدور الفن هو اقوى من المواجهه الامنيه. يعني انا في رايي الشخصي، لان احنا لازم نضربهم في الفكر هنا. لو ضربناهم في الفكر هنا الموضوع خلي بالك كله مطلوب. هو الحقيقه كله مطلوب، هو المواجهه الامنيه دي مطلوبه طبعاً. انا ما بقولش بس يمكن اللي هيستأصل من الجذور بحق هي المواجهه الفكريه. هي المواجهه الفكريه، المواجهه الفكريه لما نقول بنتكلم على القوه الناعمه، القوه الناعمه، القوه الناعمه، القوه الناعمه بتتمثل في الدراما، السينما، الاعلان، القلم، دي ده القوه الناعمه. فعشان كده انا برفع القبعه أو قبعات اللي فكروا في هذا العمل العالمي الضخم. وبرضو عشان ما ننساش معاهم مسلسل العائدون، هو هذا الفكر، هي قضية الوعي. خلي بالك في كل برنامج أو كل تصريحات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يتكلم على الوعي. الناس الوعي 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 لازم نجد له تفسيرا علميا صحيح. ومنطقيا عشان نوصله للناس. ولما تزداد الشائعات ونشوف يعني هذا الشكل الحاد والمتسارع والمتنامي من تزييف الوعي وقلب الحقائق، مهم جدا ان احنا نستند الى هذه الارضيه الصلبه واللي بتتضح ايضا من خلال زي ما حضرتك اتكلمت عن الحقيقه الاعمال الدراميه. يمكن شفنا مشاهد وعرفنا حقائق لم نكن نعلمها. ليه بقى عرفنا حقائق؟ لأن مسلسل هذا العام هو مسلسل أرشيفي وثائقي، يعني يعطي المشهد وبالتوثيق. بس هما كانوا دائما إيه؟ يقول لك لا لا ده كلام هاكس وكلام الدولة، يعني في حالة من التغييب وفي حالة من مش عارف ترويج، إيه؟ كلام فارغ يعني بتعمل هما بيروجوه. مسلسل هذا العام وصل إلى مرحلة على الأقل
35% الذين كانوا يعتنقون الفكر الإخواني رجعناه. ده كلام، مش كلام يعني احنا انا اسف التعبير، مش قاعدين كافيه او قاعدين ده، لا انا كلام انا مسؤول عنه. على الاقل 35% الذين كانوا ينتمون الى هذه الجماعه، او سواء اعضاء يعني بالكرنيهات او محبين او لا. طب الباقي مين؟ الباقي الجاهل رقم واحد، والمستفيد اللي هو البزنس اللي يرى الإخوان يعني ده السبوبة الكبيرة بتاعتهم. طب احنا نعمل ايه؟ احنا نجعنا بقى هنقول بقى الخطط اللي احنا عايزين نستمر بها طول العام، وده كلام هنتكلم طبعا هتبقى قضية. واسمح لي كمان حضرتك تسمح لي نموذج، اكثر من نموذج لتضحيات قواتنا المسلحة البسيلة في، وهي لما اودت بنا الى هذه المرحلة ان احنا نقول ان احنا تخلصنا من آفة الإرهاب بشكل كبير جدا. هذا النموذج المصري اللي بيسترشد به لدول أخرى ربما يعني لم تنجح النجاح اللي حققته مصر. مصر يعني كانت بمفردها تواجه الإرهاب بمنأى عن أي دعم عالمي. هي نجحت مصر لوحدها، قدرت أن هي تواجه الإرهاب وقدرت فعلا تشكل هذه المنظومة التكاملية في مواجهة الإرهاب، إن مش بس المواجهة الأمنية المتعارف عليها لكن في وسائل أخرى كثيرة. لماذا يا فندم؟ لماذا يا فندم؟ هنقول لماذا يا أستاذ فضل. لماذا؟ يعني إحنا لو رجعنا إلى الوراء، التركيبة الجينية للشعب المصري من أول تنظيم أو تأسيس دولة المؤسسات من ملك مينا، هذا الشعب له تركيبة متفردة على كوكب الأرض. الشخصية المصرية. الشخصية المصرية. هذا الكوكتيل، يعني في ناس بتعيب عندنا مش عارف مهرجانات، عندنا ثقافة، عندنا سينما، عندنا المتدين، عندنا مسيحيين، عندنا مسلمين، في جزء برضو يعني عندنا وحدة وطنية. عندنا وحدة وطنية. طبعا. عندنا معلش أنا آسف في التعبير، برضو برامج فيها رأس، عندنا ده عندنا ده، عندنا ناس عندهم برضو انفلات شو، عندنا ناس متدينين وسط، عندنا ده. هذه التركيبة هي التي واجهت كل الاستعمار على مدار تاريخ مصر وخدته من قفاه وضعته في صناديق القمامة في وقت الأزمات. بننفض بقى التراب اللي ممكن نقول ساعات زي تراب اللي على الذهب كده، التراب اللي بيكون على الشخصية المصرية وبينتفض المصريين كلهم لمواجهة أي عدو مشترك، وفي ظهير الحقيقة شعبي بيصطفوا وراء قيادتهم. وشفنا المشاهد دي كتير الحقيقة، في تحديات كتيرة واختبارات صعبة كتيرة مرت بها مصر ونجحت فيها باقتدار. بالضبط كده. هكمل بقى الجزئية. الانتقال بقى من التركيبة المصرية، التركيبة المصرية يعني زي ما قلت حضرتك وراء القيادة السياسية المتمثلة في الزعيم الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي، وراء الجيش المصري بالدعم والفخر والقوة والشجاعة، كل حاجة يعني كل الـ يعني الضمير الوطني كانت وراء هذا. هو ده اللي خلانا ننجح مش الإرهاب بس، لا احنا واجهنا أخطر مخطط على وجه الكرة الأرضية كان يتمثل في تقسيم المنطقة العربية بالكامل، وجوهرة هذه المنطقة أو رأس الحرب هي مصر. لو سقطت مصر في هذا المخطط أتحدى إذا كنت حضرتك أو الشعب المصري أو الشعب العربي كان موجود فيها حاجة اسمها المنطقة العربية، لأن كان المقصود إيه؟ نقل نموذج بلقنة المنطقة الروسية، يعني خاضوا تجارب هائلة لحد ما وصلوا إلى تقسيم الاتحاد السوفيتي بشكل كبير إلى دويلات صغيرة ودويلات متباعدة، وتقسيم حلف وارسو، مفيش حلف وارسو دلوقتي. خدوا التجربة دي اللي هم طبقوها في المنطقة العربية تحت شعار، جابوا حاجة حلوة كده، ما انتوا عارفين مبدأ الدين ده بيحرك شوية المشاعر للناس اللي مش فاهمين. كانت الشعار هي تطبيق، في ناس يقول لك ايه تطبيق الشريعة الإسلامية، لا 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 خالص،
هي الخلافة، إعادة استعادة الخلافة الإسلامية في المنطقة العربية. ساعدوا ده ساعدوا ده، مفيش خلاف. هي كانت القضية إيه؟ نحمل هذا الشعار بهذه الجماعات الإرهابية الظلامية، مش هنذكر دول يعني خلاص بقى عشان في صداقات دلوقتي، وبهذه الجماعات الظلامية نضعها على رأس الحكومات العربية بعد منزيل ده. الجماعات دي تنزل تتطاحن في الشوارع، هو يبدأ هنا التدخل لحماية الأقليات بقى، إذا كانوا شيعة، إذا كانوا مسيحيين، إذا كانوا يعني أي أقليات موجودة في المنطقة، وتقسيم هذه المنطقة على الخريطة إلى دويلات صغيرة متناحرة، يعني افضلوا بقى اضربوا ببعض كده. لكن حيلة ارتداء الثوب الديني يعني أصبحت الآن لا تنطلي على أحد يعني بعد تجربة مصر. ليه بقى يا فندم؟ لأن احنا برضو عايزين هنقول من التسعينات لما خرجت ظاهرة اعتزال الممثلات، كان الظاهرة ما بدأوا الشغل منين على فكرة؟ يعني من التسعينات وطالع بدأوا يشتغلوا على هذا الملف بشكل قوي. بدأ الظاهرة الاعتزال الفنانات مهاجمة الفن، نزل النموذج اللي جاي التركي، احنا بنتكلم نموذج الفن، النموذج الجميل، الدولة التركية الراقية، الشوارع الجميلة، مهند كمان الفكرة. اسمح لي وعفوا المقاطعة حضرتك بس عشان في اكتر حاجة من وحي كنت عايزة استثمر تواجد حضرتك معنا نتكلم عنه، تسييس الدين او تدين السياسة. ومهم بقى ان احنا لما نتكلم في هذه الجزئية نرجع تاني نحتكم للمواجهة الفكرية للإرهاب، كيف تقرأ؟ يعني المواجهة الفكرية انا جاي هنا بقى ايه، يعني الدور الوطني طبعا لجيشنا العظيم وصلابة الإدارة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن زي ما اتفقنا يا أستاذة ريهام الدور الفكري مهم جدا 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 جدا. عايزين ده بنعول على المؤسسات الدينية والثقافية والعلمية، كل والفن زي ما حضرتك قلت. هي عبارة عن إيه؟ هي عبارة عن مجموعة من الأدوات محتاجة تنظيم. أنا هكلمك بمنتهى الأمانة، ننظم يبقى فيه تنظيم في دور المؤسسات الدينية، إزاي تفكر في تقديم الفكرة الدينية، ودور الإعلام، ودور الـ 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 السينما والدراما والفن. مسلسل واحد أو مسلسلين الحالة اللي موجودة في الشارع، يعني حضرتك كده تسيب العربية تنزل الشارع، اللي تلاقيه بيشتم في مسلسل الاختبار تعرفوا أنه إخواني، وصل لمرحلة الجنون. اللي تلاقيه بدأ يتراجع ويقول لك اه لا ده دول ناس كدابين، دول ناس افاقين، وده ده كان موجود هنا ورجع للدوله المصريه. والله هو كل واحد من حقه ان ينتقد بس المهم النقد ده يكون موضوعي وبناء. لا هي القضيه بالنسبه لي مش قضيه انتقاد، شوفي قضيه النقد ده قضيه لوحدها ما لهاش علاقه. في ناس كانت شتائم بمعنى كلمه شتائم عايزين يغيبوا، يعني احنا بنبقى قاعدين مثلا في مكان بيبقى في مسلسل الاختيار، في ناس عايزه تقلب هذا المكان، يعني انا من نوعيات ايه اللي بحبها. خلي بالك الكلام ده مهم جدا عشان هقول لحضرتك ازاي نقدر نعمل ده وتتوجه الدوله. هديلك مثل بسيط جدا، يعني انا من نوعيات اللي بحب اقعد على المقاهي الشعبيه، اولاد البلد بقى الجدعان والناس الحلوه والكلام ده، هوريك الحاله اللي وصلها مسلسل الاختيار. حد جميل كده معلم، مش هذكر اسمه يعني، ده حد جميل وطيب وحد محترم ومعلم وقاعد جنبي. جاء مشهد ياسر جلال اللي طلع بقى بدور يعني شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتكلم، هو متابع الراجل جيد يعني، فبيقول لي أنا عندي إحساس يا أستاذ سليمان إن ياسر جلال بيحرك يعني بس الشفاء، والرئيس السيسي هو اللي بيتكلم. قلت له الرئيس عنده 110 ملايين، انا برضو بهدوء يعني بحب اوصل رساله متقمص الدور باقتدار. لا ما فهمت يعني. قلت له الرئيس السيسي مسؤول عن 110 ملايين من المصريين، مش هيمثل يعني، بس قلت له ده يعني ده تدريب عالي جدا بشكل كبير عشان نصل لهذه المرحلة لما فنان قدير، يعني ده خلاص بقى دخلوا في دائرة الفنانين العباقرة ياسر جلال وأحمد عز وكريم كرارة وكريم عبد العزيز، وصلوا لهذه المرحلة. هذه الحالة التي وصل لها الشعب المصري وهذه القناعات الفكرية ها التي خلت 35% يتراجع. طب احنا نعمل ايه بقى؟ تسمحي لي بقى نقول بقى الخطه عشان نطلع برضو نوصل رساله للقياده السياسيه.
المطلوب ايه؟ المطلوب على الشركه الراعيه للعمل الفني وهي الشركه المنتهبه. عايزين بقى حد يقعد يكتبوا تقارير عن تقييم، الكلام ده مهم جدا، اهم كلام يعني هنقوله دلوقتي. يكتبوا تقرير عن حاله المتلقي لكل المسلسلات التي تم عرضها في رمضان. نشوف الحالات ايه اللي موجوده، لان المتلقي مش الجمهور المصري يا ريهام، لا ده في جمهور عربي بيشوفنا بره. نعمل التقرير ده، نحط رقم واحد فيه اولا يكتب بشكل قوي جدا، يعطي كل مسلسل ايه اللي استفاد منه او حاله الوعي اللي موجوده على ده. هي بس اطلاع اراء وتقييم خبراء. يا سلام عليكي، انت سبقتيني، انت نموذج رائع من العبقريه والله بجد يعني. ثم استطلاع راي للمتلقي اللي هو الجمهور المصري والجمهور العربي، ده مهم جدا اللي نطلع بره نشوف الكلام ده. ثم لو طبقنا اللي احنا بقى اصل دي حرب، ما انا هكلمك بمنتهى الامانه، واللي جاي بعد انتهاء الحرب هتنتهي هتنتهي، لان الحاله الاقتصاديه على موجوده في العالم اللي بيحاول البعض في الداخل يقول لك انها حاله مصريه، لا دي مش حاله مصريه، العالم كله عنده حاله اقتصاديه في منتهى الخطوره، في النهايه هيصلوا الى منطقه ارتقاء، هيتفقوا جميعا وهيبدا تشكيل العالم الجديد وهيبدا التوجه، هيعملوا ايه في المنطقه. انا بكلمك بمنتهى الامانه والشفافيه. ثم هنقول بقى طيب احنا محتاجين ايه، لان التقرير ده يبقى امام القيادة السياسية. الوعي بقى لدى المواطن المتلقي العربي والمتلقي المصري، الجمهور، وانا يهمني الجمهور العربي، لان ده برضو من الحالة الثقافية للدور المصري الريادي والقائد للمنطقة العربية. هنقول بقى المواطن المصري عايز ايه، يعني احساسه بايه، والمواطن العربي المتلقي احساسه بايه. تاني حاجة لو احنا اتطبقنا فكرة على الاقل كل شهر نجيب مسلسل بحالة اجتماعية، ما بقولش الاختار هنخليه في رمضان الحاجات، بس برضو ممكن نناقش الفكرة دي في مجموعة من المسلسلات الاجتماعية. نجيب مثلا مسلسل بيبقى في الأسرة، ولا ليبرالي ولا ده بيغرس القيم الإيجابية وبيعمق الحس الوطني والوازع الأخلاقي والديني الحقيقي والاحساس بالمسؤوليه، قيم احنا الحقيقه في امس الحاجه في الوقت ده ان احنا نتسلح بيها. انا طبعا كان نفسي اكمل مع حضرتك، انت خلصت واحنا لسه ما اتكلمناش. قاعد حضرتك بلقاء قريب ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب مره ثانيه. طيب ماشي اوكي، بشكر حضرتك جزيل الشكر استاذ سليمان فؤاد مدير تحرير الجمهوريه، بشكر حضرتك فندم، نورتنا يا فندم. متشكرين يا فندم، ميرسي ميرسي يا استاذ سليمان. شكرا كرام، اشكر لحضرتكم حسن المتابعه، ونلقاكم يوميا بالتاكيد في حلقات اخرى وفرق عمل اخرى وبرنامج جامعه القاهره. بعد قليل لقاء يتجدد مع صحافة الغد. شكرا لكم وإلى اللقاء.